هل ستنجح هذه المبادرة في إقناع الرافضين الاتفاق الإطاري في رأيك؟ طبعا هو الاتفاق الإطاري يعني حتى الرافضين في جزء منهم يعني مني وآخره هم بيتحدثوا عن إنهم ما يعني ما دعوا، لكن هم كانوا جزء من دستور نقابة المحامين اللجنة التسييرية، دعوهم وحضروا جلسات وانسحبوا من الجلسات نتيجة لمواقف هم يعني بيروها بأنه وجود في الوقت ذاك ما كان خطوة صحيحة. الدعوة دائما لما تتجه في أنه يا أخي تستكمل هي حاجة جيدة وإيجابية، طريق جيد يعني، ولكن في السياسة كل الأحزاب أو كل القوى السياسية لديها مواقف يعني نادرا ما يعني تتوافق جميعا في خط سياسي واحد، يمكن الحد الأدنى ممكن تلتقي فيه أكبر عدد من القوى السياسية والقوى السياسية الأخرى بتر. فبالتالي على الذين يعني باحثين على الحلول السياسية لأزمة السودان أن يمضوا بالموجودين يعني، فبالتالي يمكن أن يلحق بهم أشخاص آخرين أحزاب سياسية أخرى، فبالتالي إلى هذه هي مرحلة انتقالية يعني، هي مرحلة لترتيب البيت الداخلي السوداني لوضع دساتير لتصورات لدساتير لقوانين وإلى آخره لوصولا إلى الانتخابات. فبعد ما تأتي الانتخابات بالتالي هذاك الوقت ما بنحتاج إنه يا أخي هذه قوة رافضة وهذه ما قوة رافضة، هذه عملية سياسية تمت يعني بمحض إرادة السودانيين، هم اللي اختاروا من يحكمهم في الفترة الأولى، الفترة الديمقراطية الأولى. نعم، الوضع في البلاد يعني من المستحسن أن تستمر هذه العملية وتذهب حتى يلحق بها الرافضون كما قلت في رأيك، لكن معظم الرافضين لهذا الاتفاق الإطاري يعني لم يبدوا أي تحفظات على البنود أو يعني كل ما جاء هو أساسي في الاتفاق الإطاري. هل جاء الرفض في رأيك شكليا، وما هي الخيارات التي طرحها الرافضون كبديل لما جاء في الاتفاق الإطاري في رأيك؟ طيب أنا هنا بتذكر أنه يعني أنا حضرت أكثر من ورشة فيها مبادرات للحل السياسي في السودان. هذه المبادرات جميعا أكثر من 35 ولا 38 إلى 40 تقريبا مبادرة. هذه المبادرات بما فيه مبادرة الجزرين، بما فيه مبادرة لجان المقاومة، بما فيه الاتفاق الإيطاري ودستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، كلهم لو جمعتيهم وقريتيهم بدون ديباجة الفوق بأنه هذا من مقدم، أن إحنا مشكلتنا ما في المتن، مشكلتنا في المن الذي قدم هذه المبادرة. هذه المبادرات 99% منها متفق في بنود وفي جميع البنود هم متفقين، لكن الاختلاف وين؟ في من قدم هذه المبادرة. نحن مشكلتنا السودانيين بنرى من قدم، يعني المبادرة قدمها الحزب الفلاني خلاص ما نافعة، دون أن أقرأ هذه المبادرة دون أن أضع. فبالتالي زي ما ذكرتي أنت مثل ما ذكرتي أنه لم يتحفظوا على بند من البنود، هذا يعني بأنه هو أصلا هو لم يقرأ هذه المبادرة من الأساس، لم يطلع عليها. الذي يطلع على مبادرة بالتأكيد سيرى أنه يا أخي هذه المبادرة جانبها الصواب في الجانب الفلاني والخطأ في الجانب الفلاني والإيجابي في الجانب الفلاني، ولكن لا يوجد هذه. فبالتالي جملة وتفصيلة لا يوجد مبادرة نتيجة يعني لجهد إنساني كلها خطأ، بالتأكيد لابد أن يكون هنالك جزء منها صحيح. بالتالي هذه هي المشكلة، أن إحنا عندنا مشكلة كبيرة في السودان اللي هي كيفية قبول الآخر. إحنا مشكلتنا كيف نقبل الآخر، كيف نحاور بعض فيما بيناتنا، كل واحد فينا بيرى نفسه هو الأحسن هو الأفضل وطرحه هو الأفضل. طيب هذا يعني عدم القبول الذي تحدثت عنه أدى إلى هذا الاختلاف الذي بدوره أدى إلى تأخر الوصول إلى الاتفاق الآن، يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ السؤال المباشر، هل سيصبر المكون العسكري إلى ما لا نهاية لأجل توافق القوى السياسية في رأيك؟ هو المكون العسكري حيصبر لأنه ما عنده حل، هو ما له سنة كاملة لا قدر يعين حكومة، لا قدر يعين وزير، لا قدر يحل مشكلة الاقتصاد، لا مشكلة التعليم، ولا أي مشكلة سياسية استطاع أن يحسمها خلال العام. فبالتالي موضوع أنه المدنيين، أنا ما مع مدنيين يتفقوا، ما في مدنيين بيتفقوا كلهم. هم ما عساكر، عساكر بنزل أمر واحد
بيتفقوا بيمشوا وراء هذا الأمر وراء هذا القرار. هم اسمهم مدنيين، أحزاب سياسية، مدارس فكرية وسياسية مختلفة، يمين يسار وسط، ليبرالي ماركسي بعثي شيوعي أخواني، كل واحد عنده نظرته في الأزمة، كل واحد عنده نظرته في الاقتصاد، انه نظرته في الحريات، انه نظرته في الشان السياسي، في الشان الاجتماعي، في الانتقال، في قضايا الحرب، في السلم، في الفن، في الرياضة. ما هي نظرتك؟ فبالتالي ورؤيتك؟ انا رؤيتي حيمشي الاتفاق مميز. صحيح ممكن ياخذ عسرات وممكن يعني يواجه مطبات، بالتالي مثل الاعمال الكبيره دائما بتواجه مطبات كبيره، ولكن بالاصرار في انه يا اخي ممكن يتجاوزوا هذه المطبات، لانه الحمل كبير والمسؤوليه كبيره لكل الاحزاب السياسيه اللي مشت في الاتفاق السياسي او رفضت، حتى المشت في انه يا اخي هي داير تعمل حلف واسع من الجماهير. هذا الرأي وهو رأي سليم، وحتى الجزرين برضو هذا رأي سليم، ولكن كله هو فعل سياسي يقبل الخطأ والصواب.